تأتي فقيرة تطرق الباب على عائشة، بيت من حبيبته، وهذا من أكرم إنسان، لو أراد جبال الذهب لسارت إليه. طرقت الباب فقيرة، فتحت الباب عائشة، من؟ فقيرة عندها بنتان صغيرتان جائعتان، قالت أعندكم طعام؟ ففتشت عائشة في البيت كله فما وجدت في بيت النبي إلا تمرة، البيت كله. والله بعض البيوت اليوم لو يسوون لك الفطور وجبة صنف أو صنفين أو ثلاث، صاير اليوم ليش مسوين هذا؟ ليش مسوين هذا؟ ليش؟ أنا ما أقول لك صر بخيل، لكن في شيء اسمه اقتصاد، أنفقوا لم يسرفوا ولم يختروا، كل ما تشتري، لكن إن كان ولا بد ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بعض الناس يجعل ثلثين للطعام ثلث الأخير للماء أو البنزين، هو ما يشرب عشان يطفي الحرارة اللي في بطنه. طيب النفس يجي يصلي مو قادر يتنفس، ما خلى مكان حق النفس، ولهذا يأتي التراويح. شيخ ياسر اليوم طولت، بس كم ما قرأ له وجه وجهين، شنو طول؟ وراح نأتي للقيام وسننه في رمضان، لكن لا تكثر، إن كان ولا بد اجعله بعدين، اقتصد بالإفطار، هيئ المعدة شوي شوي، اجعل شيئا من الطعام بعد الإفطار، خفف الليل، الحمد لله موجود والطعام متوافر. فإذا بعائشة لم تجد إلا تمرة، رجعت إلى هذه المرأة فأعطتها التمرة، إذا شرحتها بالتمرة هي ولا بنتها ولا الثانية، فشقت التمرة نصفين وأعطت كل بنت النصف وظلت طاوية جائعة، فدمعت عينا عائشة فأخبرت النبي بهذا، فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتلي بهذه البنات فأحسن تربيتهن كن له وجاء عند الله يوم القيامة من النار، سافر من النار يوم القيامة. من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. جاء شهر رمضان مرتبط بالقرآن بكتاب الله، يلا كل واحد فينا يجهز نفسه، طلاب المدارس راح نقولها في ليالي شهر التراويح، أقل عدد ختمات لطلاب المدارس 3 ختمات، أضعف واحد، أضعف قارئ من طلاب المدارس هالسنة الذي يقرأ 3 ختمات كل يوم، 3 أجزاء، 3 أجزاء يعني ساعة ونص، كانوا يدابون الطلاب 5 ساعات في المدارس ويذاكرون ويدرسون. طيب الآن إيش عندهم؟ ما عندهم شيء، ترى كل جزء نصف ساعة، ساعة ونص 3 أجزاء، وعندك كل ساعتين 22 ساعة لك، لو ساعتين يقرأ فيهم الإنسان كتاب الله لختم بالشهر 3 ختمات. كان الشافعي يختم تدرون كم ختمة؟ 60. واحد السلف كان في مسجده 4 سواري، فلما احتضر قبل الموت بكوا عليه، قال: لا تبكوا، فوالله كنت أختم في رمضان عند كل سارية 10 ختمات، يوزع ختماته عند السواري، يغير مكانه، كل ختمة كل سارية 10 ختمات، يعني في رمضان 40 ختمة، وكان البخاري أيضا 60 ختمة، وكان الكثيرون يختمون 10 ختمات كل 3 أيام ختمة. بل اليوم في هذا الزمن هناك قراء يصلون بالناس قيام الليل كل ليلة 10 أجزاء، في السعودية فيه وفي مصر فيه، أنا ما سمعت عندنا في الكويت، في الكويت فيه 3 أجزاء كل 10 أيام ختمة، موجود في الكويت، لكن في السعودية هناك مساجد تقرأ من أول رمضان كل ليلة 10 أجزاء، يبدأون بعد العشاء يختمون قبل الفجر. تقول لي هذا مو السنة؟ بالعكس هذه السنة، النبي ما صلى بالناس إلا 3 ليالي، وكان لا يختم إلا قبيل الفجر،
حتى يقول الصحابة أدركنا الفلاح. وما في بأس اللي قاعدين نسويه، نخفف على الناس علشان يكثر عدد المصلين، لكن شهر رمضان شهر القرآن. لو خلصت التراويح امسك المصحف، لو قضيت من شغلك امسك المصحف، لو ركبت السيارة شغل القرآن، لو جلست في حلقة فلا شيء إلا القرآن. كان الإمام مالك عالما معلما محدثا فقيها إماما قدوة، لكن إذا جاء رمضان اعتزل كل المجالس وأغلق كل الكتب ولا يفتح إلا القرآن. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الذين يتلون كتاب الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لما نقول كل يوم 10 أجزاء أو 3 أجزاء معناته إذا بكرة أعلن رمضان أمسك المصحف خلاص. إذا بكرة أعلنوا هنئ الناس بارك الناس ما في مشكلة، لكن خلاص ينادي المناد يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر. وفي حديث لله عتقاء ذلك في كل ليلة، يعني بكرة إذا أعلن رمضان من أول ليلة في عتقاء. الناس مشغولة، هذه فرصتك، فرصتك في أول ليلة. بعض الناس حتى التراويح ما يصليها، الإعلان يأتي متأخر، بعض الناس حتى القيام ما يصلي ينسى، هذا غلط. من قام رمضان يعني من أول ليلة لآخر ليلة، فإذا أعلن الساعة 12 صلي ولا ركعتين احتسبها قياما. أغلب الناس لاهين من أول ليلة، في أول ليلة كن من عتقاء جهنم من أول ليلة. كيف؟ ارفع يديك، تب إلى الله، استغفر. كان حذيفة يصلي وراء النبي قيام الليل، يقول حذيفة فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة، فقلت يختم عند 100، يقول فاسترسل، وكانت قراءته يترسل فيها، يقرأ آية يسأل الله من فضله أو يستعين أو يسبح آية آية، يقف عند كل آية. قرأ 100 آية من البقرة، قلت يختم عند 100 فأكمل. فإذا به قلت يختم عند 200 فأكمل. ركع الوحدة الحين فختم البقرة، ثم دخل النساء فختم النساء، ثم دخل آل عمران فختم آل عمران، أطول 3 سور في القرآن في ركعة واحدة. أمن هو قانت آناء الليل آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أهل الإيمان هكذا أحوالهم في رمضان وغير رمضان. سفيان الثوري كان من طول قيامه في غير رمضان، كان من طول قيامه إذا أذن الفجر يستلقي على ظهره ويضع رجليه على الحائط على الطوفة. ليش؟ عشان الدم يرجع إلى رأسه من طول القيام. هكذا صلاتهم في غير رمضان. شلون رمضان؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وجدت في قطر عادة جميلة، في قطر يصلون 2 أكثر المساجد، كل منطقة تلقى مسجد مسجدين، يصلون تراويح طويلة، ما يصلون الوتر، اللي بيصلي وتر قلة، أغلبهم ما يوترون، يروحون من أول ليلة يجون صلاة ثانية بالليل آخر الليل، يصلون أيضا ساعة كاملة من أول رمضان. طبعا ليالي العشر هذا موضوع ثاني، هذا في قطر. أما في المملكة أما في مصر أعرف مسجدا من 5 طوابق المسجد، من صلاة المغرب، من صلاة المغرب ليس لك موطئ قدم. يصلي الشيخ الدكتور أسامة عبد العظيم كل ليلة 3 أجزاء مترسلة.